الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم سيكون في مهارات القراءة. بداية، يمكننا القول أن كلمة وطن هي كلمة تحمل معان عميقة وعظيمة، ففيه نجد الأمان والسكينة والعطاء الدائم، إذ أنه يبقى الأفضل والأجمل مهما دارت بنا الأماكن، فهو وجهتنا الأولى والأخيرة. اليوم لدينا درس بعنوان وطني، بعنوان وطني. انظروا معي إلى هذه الصورة، يظهر فيها مجموعة من الطلاب بالإضافة إلى خريطة الوطن، خريطة سوريا، ومكتوب عليها هذا وطني. هؤلاء التلاميذ أو الطلاب جرى بينهم حوار بشأن الوطن. سنتعرف على هذا الحوار من خلال درسنا لهذا اليوم. لنتابع. بداية، لدينا هذه الصور. هذه صورة غياث، وهذه صورة فرج، وهذه أريج، وهذه ثريا، بالإضافة إلى نور الشام. لنتابع. بداية، غياث يقول: وطني يا وطن الأمجاد. نور الشام: يا وطنا أرسمه حرا وملاذا من كل أعادي. فرج: يا فجرا كالنور الهادي. أريج: وطني سهل خصب أخضر. ثريا: جدول ماء عذب كوثر. معا، أي جميع التلاميذ في الختام، يقولون: نحن سيوف دوما تشهر. نحن سيوف دوما تشهر. نعيد قراءة الدرس مرة أخرى. غياث: وطني يا وطن الأمجاد. نور الشام: يا وطنا أرسمه حرا وملاذا من كل أعادي. فرج: يا فجرا كالنور الهادي. أريج: وطني سهل خصب أخضر. ثريا: جدول ماء عذب كوثر. معا: نحن سيوف دوما تشهر. إذن من خلال درسنا لهذا اليوم، يؤكدون هؤلاء التلاميذ على مكانة الوطن في قلب كل إنسان. سننتقل إلى أهم المفردات التي وردت في الدرس. بداية، كلمة ملاذا. ملاذا أي بمعنى مكان آمن، مكان آمن. خصب أي كثير العشب، كثير العشب. جدول بمعنى نهر صغير. كوثر أي كثير الخير، كثير الخير. تشهر: نحن سيوف دوما تشهر. تشهر أي بمعنى ترفع. إذن هذه هي أهم المفردات التي وردت في النص. الآن سننتقل إلى تدريبات القراءة. أكمل مستعينا بالصور. لدينا صورة فجر وصورة ثريا. فرج يقول: يا فجرا. من خلال النص نلاحظ أنه يقول: يا فجرا كالنور الهادي. يا فجرا كالنور الهادي. أما ثريا تقول: جدول فراغ كوثر، كما مر في النص، جدول ماء عذب كوثر. جدول ماء عذب كوثر. الآن لدينا بعض الأسئلة في التدريبات اللغوية. السؤال الأول: أصل بين الكلمة ومرادفها. الكلمات: ملاذا، جدول، عذب. المرادف: نقي، مكانا، نهر. ملاذا كما مر معنا في شرح المفردات أي بمعنى مكانا. جدول كذلك مر معنا. نهر أي نهر صغير. وأخيرا كلمة عذب بمعنى نقي، عندما نقول ماء عذب أي ماء نقي. السؤال الثاني: أصل بين الكلمة وضدها. الكلمات: حرا، عدو، عذب. الضاد الكلمات: عكر، أسيرا،
صديق. حرا عكس الحر او ضد الحر هو الاسير، وضد العدو او عكسه الصديق، صديق، واخيرا ضد عذب عكر، ضد عذب عكر. السؤال الثالث، اذكر مفرد الكلمات، كلمات تدل على الجمع، سنذكر المفرد منها. أمجاد دلت على الجمع مفردها مجد، وأعادي دلت على الجمع كذلك مفردها عدو، وسيوف مفردها سيف، مفرد سيوف سيف. الآن مفردات تدل، كلمات تدل على المفرد سوف نجمعها. اجمع الكلمات التالية: وطن، سهل، جدول. جمع وطن أوطان، جمع كلمة وطن أوطان، وجمع كلمة سهل سهول، وجمع كلمة جدول جداول، جمع جدول جداول. الآن ثني الكلمات التالية: المثنى ما يدل على اثنين أو اثنتين، حر المثنى منه حران أو حرين، نور نوران أو نورين، جدول جدولان أو جدولين. ننتقل أخيرا إلى الواجب المنزلي، وهو في الصفحة 114. السؤال: أتدرب لغويا، استبدل سوف بسير في الجمل التالية. لدينا جملتان، سوف نستبدل كلمة سوف بحرف السين. الجملة الأولى: سوف أكتب وظائفي، تستبدلون كلمة سوف بحرف السين، فراغ أكتب وظائفي. الجملة الثانية: سوف يكون عمر أو عمر عريفة الصفي، فراغ يكون عمر عريفة الصفي، كذلك نستبدل كلمة سوف بحرف السين. إذن هذا هو المطلوب منكم بالإضافة إلى التدرب على قراءة الدرس، ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.